المسلمون طبعا الذين تأثروا الذين أرادوا أن يجعلوا معاوية من الخلفاء الراشدين هذا تيار اغتر بالروايات الشامية هناك روايات شامية وبصرية تحب معاوية لأن معاوية كانت الولاء له في الشام وفي البصر الشام وفي البصرة من هاتين من هذين المكانين إلا أن البصرة كانت تؤكد على العقيدة والشام تؤكد على السياسة من هاتين المدينتين أو من هذين الموطنين نشأ ما يسمى بالتيار الأموي الذي دخل احتمى بكلمة السنة والسلفية وسنة النبي بريئة من ذلك ووجدت أصوات سنية تتبرأ من ظلم معاوية إلا أنها مضطهدة كما حال حالي أنا والدكتور سهيل زكار أين القنوات السنية التي تلتقي بنا؟ معظم القنوات التي تلتقي بنا إما علمانية أو ليبرالية أقصد مصنفة أنها ليبرالية أو قنوات شيعية أو صوفية القنوات أو أقصد وسائل الإعلام السلفية تسيطر وهي تقريبا منخدعة نياتهم طيبة لكنهم منخدعون من الداخل بأن معاوية من أصحاب النبي صاحب النبي معنى هذا أنه سيكون عاجلا والصحبة هذه حتى لو كانت بسيطة هم لا يعرفون أن معاوية قتل من الصحابة البدريين حوالي 25 بدريا وقتل وسمى أبناء النبي ابن النبي الحسن بن علي وفعل فأين الغيرة على الصالحين من الصحابة لماذا تكون الغيرة على رجل مختلف في صحبتها الشرعية وأتت فيها النصوص لأنه رأس الفئة الباغية وأنه من الدعاة إلى النار هذا في صحيح البخاري وأنه صاحب الملك العضوض وكان عبادة بن الصامت وأبو ذر وأمثالهم يحلفون بأنه من أمراء السوء نقف مع من؟ لا وقفنا مع الصحبة الشرعية الصحبة الصالحة صحبة أبي ذر صحبة عبادة صحبة عمار بن ياسر صحبة علي بن أبي طالب هذه الصحبة ولا وقفنا مع النص الشرعي أقصد التيار المغالي المنخدع وإن كانوا حسن النية المخدعين بمعاوية والذين يجعلون ملكه خلافة مع أنه لا شورى فيها ولا عدل في الأموال ولا أمن على الدماء كل المبادئ التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تتناقص لكنها في عهد معاوية اكتملت عبادتها العدل المطلق في عهد النبي بدأ يتناقص بعده لا نقول أن معاوية بدأ من ذاته بجميع الشرور لا سبقه مخالفات في عهد بعض الخلفاء من توليات من عصبيات وما أشبه ذلك حرية الاعتقاد وحرية أن يقول الإنسان أو يعتقد ما يشاء معاوية قد أصبح يقتل السني الحق المحب لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يقتل كما فعل بحجر بن عدي أصبح من لا يسب الإمام علي يقتل خاصة في العراق في الحجاز لا يختبر الناس في الحجاز لكن في العراق اختبروا الكوفة وأهانوها وفعلوا بها وصبرت فنظام معاوية ملك يا ليته ملك عادل هو ملك ظالم طغيان من يعني على المستوى السياسي على مستوى الشورى ليس هناك شورى على مستوى بيت المال حرمان طوائف وإعطاء طوائف واشتراء ذمم على مستوى الفكر الديني نفسه تم اختراع عقائد جديدة عقيدة الطاعة جعلوا السلطان كأنه الله عز وجل أما يعني كل نص فيه عظمة الله يحاولوا أن يخففوه أو يؤولوه أميت روح الإسلام روح الإسلام نفسها الشهادة لله أين هي؟ راح معنى الابتلاء معنى كلمة الحق معنى محبة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت محبتنا لله وللنبي جافة هكذا نقول محبة الله يعني اتباع محبة النبي يعني يتبع جففنا معنى المحبة وجعلنا التهويل من خروج من الجماعة وطاع هذا سلطان الله في الأرض وهذا خليفة الله في الأرض استطاع معاوية بدهائه أن يقنع بعض الأفكار بعض المفكرين حتى الجيدين حتى الطيبين أحيانا نحن نعرف ناس لا يحبون الظلم لكنهم منخدعون كما قلنا أن معاوية رجل داهية واستعان بدهاه هذا الدهاء انطلع على الحمقى الحمقى والمغفلين مساكين يعني يعني يحبون الكثرة والهينمة إذا فلان ملكه يمتد من خراسان إلى أفريقيا إلى حدود تونس إلى هي عبادة الفرد يعني لها بذور في الإنسان إذا لم يتخلص منها بنور الوحي
وبمعرفة أن هذا الرجل وهو معاوية بن أبي سفيان أن مكره ودهاءه لم يكن مرضيا عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند كبار الصحابة. وأنا أحصيت البدريين الذين لهم موقف ضد معاوية وجدتهم بالعشرات، لم أجد بدريا راضيا عن معاوية بدريا واحدا ولا رضوانيا واحدا، بينما البدريين أين أتباع الصحابة وأتباع السلف الصالح؟ أين هم؟ قلنا تركنا النبي، ما يريدون أن يحتجوا بحديث عمار ولا حديث الملك، سلمنا لهم أن نجعل النبي جانبا مع أن هذه بشعة هذه الكلمة، لكن قلنا أنهم يريدون الصحابة، أعطيناهم البدريين الساخطين على معاوية والذامين له، لم يقتنع، تركنا الصحابة، أخذنا التابعين، الحسن البصري قال في معاوية وعلقمة بن قيس ومسروق مجموعة، سعيد بن المسيب، لا يريدون إلا أبا توبة الحلبي وابن تيمية وابن كثير فقط. يعني تخرج من في الحوار مع هؤلاء المتشددين الذين أقصد الأموية الهوى، الصحابة يختصروهم في فضالة بن عبيد، والتابعين يختصروهم في أبي مسلم الخولاني، والسلف الصالح الثلاث القرون الأولى يختصروهم في أبي ثوب الحلبي وأحمد بن حنبل بس. أما البقية هذه ما يجوز، العلم ليس هكذا، العلم يحتاج إلى هدوء، أن نزن أفعال معاوية على وفق الحق، على وفق، حتى ليس على وفق الحق المبالغ فيه، على وفق عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أموي، أتى بعد معاوية حوالي 40 سنة، عدلا لا زلنا نتغنى فيه الآن، الناحية المالية والناحية الحقوقية، والخوارج هدأوا والشيعة هدأوا وأصحاب وهكذا. فالذين يثنون على معاوية ظني أنهم عندهم نقص في العلم ونقص في النية، أصبح معاوية صنما هكذا يعبد ربما لأهداف أخرى لا نعلمها، لكن أتمنى أن يقدم النصوص فيه، ألا تقدم النصوص الضعيفة وتترك النصوص المتواترة، يبدأ من كلام النبي بالنص المتواتر ثم نأتي للضعيف، أو إذا تعارض عندنا متواتر مع ما يسمى مع ما حسنه بعض العلماء يقدم المتواتر، تقدم الآيات في ذم الظالمين، قبل قال فلان وقال أبو الربيع أبو توبة الحلبي وقال فلان. العلم عندنا المعرفة تحتاج إلى نبذ الظلم وأهله، لا يمكن، سيفسد عليك دينك كله إن لم تتبرأ من الظلم إذا تحققت أنه ظلم وتجتنبه، أما إذا بقيت تجعل الظلم داخل عباءة العدل كيف تستطيع أن تميز دينك ومعرفتك وعدلك؟